بلغ حجم سوق منتجات العناية الشخصية وأدوات التجميل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال العام الماضي نحو 24 مليارا و200 مليون دولار أمريكي، فيما يتوقع أن يصل حجم السوق إلى 30 مليار دولار بنهاية عام 2018 حسب التقارير. فقد سجل السوق نموا سنويا بنسبة 8% بين عامي 2008 و2013. واحتلت الإمارات المركز الأول في متوسط إنفاق الفرد على منتجات التجميل الذي بلغ 156 دولارا. بلغ حجم سوق مستحضرات التجميل في الإمارات 5 مليارات دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى 6 مليارات ونصف المليار دولار بحلول عام 2018. حصتك كبيرة يعني أستاذ محمد، صباح الخير. صباح الخير. يعني إلى أي مدى هذا الموضوع مرتبط بالجمال؟ قبل الحديث لربما الاقتصادي على الموضوع، هل هذا يعني أن يعني كثر استخدام أو كثر استهلاك مواد التجميل ومستحضرات العناية بالجسم هذا مؤشر لربما على عدم جمال؟ أبدا. اليوم تعرف الحياة بتطور، وحدي من أكثر الأمور يمكن يلي صار، أنت ذكرت بالأول بس عند الستات، لا هني عند الستات وعند الرجال. اليوم الموضوع كل الناس عم تهتم يعني أنه تكون بشكلها بكل شيء له علاقة بالجمال وبالرشاقة، واليوم يعني بصراحة شغل الناس شاغل. ولكن صحيح. إلى أي حد يعني يعتبر أنه السوق الذي تطرح فيه مواد التجميل أو مثلا كل ما يتعلق بهذا السوق، سوق مواد التجميل، إلى أي حد يعتبر السوق الذي المضيف لهذه الشركات هام برأيك أستاذ محمد؟ اليوم السوق سوق مواد التجميل مقسم، يعني في سوق اللي هو له علاقة بكل شيء اللي بنشوفه بالشوبينج مولز أكثر شيء، يعني الكوزمتكس البرفيومز ومستحضرات التجميل، هذه شق. والشق الثاني اللي نحن مجموعة ماضي انترناشنال متخصصين فيه كل شيء له علاقة بالتجميل المحترف، يعني تجميل الصالونات النسائية، الصالونات الرجالية والسبايات، يعني مثل الموزعين تقريبا. نحن ديستريبيوتر ماضي انترناشنال، ديستريبيوتر لعدة انترناشنال براندز بمعظم بدول الخليج العربي ومعظم دول الشرق الأوسط الثانية. فالتخصص تبعنا هو التجميل الاحترافي، يعني نحن منبيع كل شيء له علاقة بالبيوتي سالونز والجنت سالونز والسبا، من اكويبمنت لكل الاكسسوارز لكل البرودكت. يلي ماذا عن التنافس طيب في هذه الحالة، سوق التنافس؟ المنافسة طبيعي، اليوم الأسواق كلها أسواق مفتوحة والمنافسة منافسة قوية، بس مثل كل شيء في مجموعة شركات بيكون عندها يعني كمية من الماركات العالمية المعروفة وهي اللي بتاخذ الحصة الأكبر بالسوق، وفي المنافسين يلي أصغر حجما. نعم، لكن هذا سوق المواد التجميل الاحترافي بتطور كتير 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 سريع في العالم العربي، أسرع من العالم الغربي. اي نعم، لأنه من 15 أو 20 سنة كانوا يعتبروا أنه منطقتنا العربية، كانوا يقولوا لها بالإنجليزي undeveloped market بالبروفيشنال بيوتي، هلا صارت ديفلوبمنت. انا تسمح لي اشكرك للضروره استاذ محمد ماضي، مالك شركه ماضي انترناشونال، كنت معنا هنا في الاستوديو.